ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. هنا كما راكم تشوفوا انا شريت الفلفل الاحمر هاوليك، هنا شريته جبته نقيته منه، نحيط له هذيك الزريعه كامل. هاني حطيته في الكسكاسي فور باش نديرو معجون الفلفل الاحمر. نخلو دوك الفور، ممكن يفور نص ساعة ولا، ومن بعد نرجع لكم. نغطيوه ونخلوه في الفور. الفلفل تاعنا هنا هاوليك بعد ما طاب هاهو، شوفوا كيفاش جا طري هاوليك. دوك نخلوه يقطر ليلة كامل، وان شاء الله غدوة نرجعوا ليه. هنا رجعنا البنات، هاو الفلفل تاعنا بعد ما فورناه وطاب مليح، خلينا حتى طاب مليح هاوليك. انا هنا ماش راح نقشرو على خاطرش الفلفل تاعنا طري بزاف، نحولو غير هذاك اللي يكون بزاف هكذا اللي يبان، ولا خلو انا رايحة نرحيه هكذا. واش عملت؟ هاني رحيته هنا هاوليك، غنشوف هاوك هنا هاوليك رحيتو. الان واش ندير؟ نحيه نديرو في طنجرة، وانا خليته في الثلاجة يقطر الليل كامل ونص نهار. خليته نص الليل، عفوا الليل كامل ونص من النهار. هاوليك شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. هاوك مش عارفه لا راكو تشوفوا، هاوليك هنا اي شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. الان نزيد نحط هاد الفلفل هذا، وهنا عندي كذلك تلت سنات تاع الثوم نحطهم هنا. بسم الله نحطهم هكذا، عندي كذلك شويه قصبر، مش عارفه لا راكم تشوفوا في القصبر هاوليك، شويه قصبر نحطو. نحط كذلك شويه ملح هكذا، شويه ملح، ونرحي كامل الخليط تاعي. مرحينا الفلفل تاعنا، شوفوا كيفاش جا، جا ما شاء الله. كيما قلت لكم ديروه يفور مليح، ومن بعد خلوه قطروه في الكسكاس ليله كامل ونص نهار ولا نهار كامل حتى تخدموه في الليل. اضفت له انا كي رحيتو اضفت له هذا، هنا عندي تقريبا 2 كيلو تاع 2 كيلو تاع فلفل، اضفت له 3 سنات تاع الثوم وكميشه صغيره تاع القصبر. طبعا انا هاد الاضافات يمدو نكهه مليحه للفلفل، وكما على بالكم هاد الفلفل تاع مرقه حمراء، مرقه حمراء ويليق كذلك للوبيا العدس. القصبر يجي مليح مع اللوبيا والعدس. هنا عندي 3 مغارف تاع الزيت، زيت عادي هكذا. نديروه على نار هادية، نقفلو الفرن ونخلوه يتشرب كامل هاد الزيت ويتشرب الماء تاعو اللي يطلقو، ورايحة نرجع لكم نزيد نوريه لكم. هاوليك كيفاش جا بعد ما نشف من الماء. هاوليك اصلا ما كانش عنده بزاف الماء كيما راكو تشوفوا، هاوليك هكذا. دوك نطفي عليه نخليه يبرد ونرجع نوريه لكم
مع تقديم نصائح للاحتفاظ به. هاو الفلفل تاعنا واجد، هاو كيفاش جا هيك، هاي هنايا كذلك في البلارة وكيفاش جا، جا ما شاء الله. كيفية الاستعمال تاعو، اولا تخلو حتى يبرد تماما، وتكونوا عقمتوا البلارة من زجاج، ديروها في ما يغلي وقطرات من الخل، تغلي 5 دقائق، ومن بعد ارفدوها من التحت، قطروها وخلوها حتى تنشف مليح باش تحطوا الفلفل تاعكم. والاضافات اللي درناهم يمدوا نكهة هايلة، لان هذا يصلح كما قلت لكم في اول فيديو، يصلح المرق ابيض، لوبيا، عدس، المقارون، الشوربة. لما تحطوه في بلارات ديروا له الزيت كما انا دايرت له هنايا، بلا ما تحطوه في المجمد، غلقوا عليه مليح البلارة. وقت الاستهلاك تجبدوا فقط بشوية، مثلا خذوا بلارة واحدة أخرى من زجاج تكون معقمة هي أيضا، وخذوا الكمية اللي تستعملوها مثلا مدة الأسبوع. هذا واش عندي نقول لكم، وإذا كو حابين كاش حاجة تعرفوها ولا أي حاجة تسقسوني عليها، ما عليكم إلا بالتعليقات، وإن شاء الله راح نجاوبكم ونقول لكم أي حاجة نعرفها، ما نبخلش عليكم. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، أستودعكم الله في أمانه وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.